مش قسوة في النقد دي على حد بيحاول يعني؟ بص يا فندم، ريهام حجاج لحد مولانا احنا كنا بنتعشى منها تبقى ممثلة شاطرة وموجودة، وبالمناسبة هي كانت ممثلة شاطرة، لكن فكرة انه حد يتصعد علشان يبقى نجم من غير ما ياخد الدرجات الطبيعية بتاعة السلم الفني بتوقعها بسرعة قوي. فكرة انه حد هو اللي يفرض رأيه وانه يبقى فيه طول الوقت مشاكل في اي عمل هو بيعمله، دي مشكلة كبيرة جدا.